جرف الصخر تحررت وقضي على المسلحين فيها، لكن قصص الموت ما زالت تعيش في هذا المكان المخيف. فهذه الطرق التي يلازمها الصمت والسكينة كانت تسمى بطرق الموت والجحيم، أو كما يقال عنها شعبيا درب الصد مارد. كان مستحيل واحد يوصل لنا من يعني هم مستمكانهم كلش قوي كان هنا وقلبهم هم هنا، يعني يجونا بشغلات يعني عجيبة. مساجد تحولت من دور عبادة إلى دور للإفتاء والاجتماعات، ودور سكنية حولها تنظيم داعش إلى معسكرات لمقاتليه تجاورها الخنادق وربايا القناصين، وسواتر دفاعية تمتد على طول الشوارع العامة. وانتم تشوفون يعني هاي البيوت مدنية وكلها مواضيع وربايا، يعني هذا يعتبر مدني؟ هذا ما يعتبر مدني، هذا يعتبر واحد من عيتهم. أما منطقة الفارسية التي تعتبر أخطر مناطق جرف الصخر فهي عبارة عن مصانع وورش لصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، أرض مليئة بالقذائف والصواريخ وعبوات السيفور ونترات الأمونيا ومعدات لصناعة الموت والخراب. طريق الفارسية كان تقريبا مملي عبوات، يعني مصدرية عبوات منصوبة من الجانب مسلكة على أساس يعني نظام عملهم، يعني كانت هواي شغلات بمنطقة الفارسية، مصانع التفخيخ يعني تقريبا مركز لإدارة أعمالهم بالفارسية، يعني بيوت كانت مؤسسة ومؤثثة على على يعني على أعلى درجات من الحيطة والحذر متخذيها لضرب القطاعات الأمنية، لضرب القوات، لضرب المجاهدين والحشد الشعبي. بعض هذه الدور هي ورش لصناعة الكواتم كما تقول قوات الحشد الشعبي، لكن التقرب منها نهايته الموت لأنها مفخخة بالكامل هي وجميع هذه البساتين. كلها البيوت مفخخة، القاعة مفخخة، معامل تورنات عندهم، حتى أكو معمل ورانا مال كواتم، معمل مال كواتم تورنات وبراغي، ويعني نروح نشاهدنا كيشوفونا. ودخلنا الهجوم من الناحية وطبينا الفارسية، الجوامع يعني إعدامات مسوينا، لجنة مال إعدامات عندهم. هذا التابوت له حكاية مروعة، فهو يعود لأسرة من الناصرية جاءت لتنقل به ولدها الجندي الذي قتل في المواجهات، وفي الطريق إليه انفجرت عبوة ناسفة قتلت ما تبقى من أفراد الأسرة، ولم يبق منهم سوى سيارة مدمرة وملابس متفحمة وأدوية ومقتنيات تناثرت على الأرض. إلى وقت قريب كانت هذه الأماكن تسمى بطرق الموت، ومساجد تحولت من دور عبادة إلى محاكم ومنطلق للعمليات المسلحة التي يقوم بها تنظيم داعش الذي ذهب وترك هذا الكم الهائل من ذكريات الموت وقصص الرعب تملأ ثنايا هذا المكان. من ناحية جرف الصخر شمال باب الميثم الشباني، الحرة.